السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من قناة تركوازي. اليوم عندنا تحدي مع الشباب. سعد نورنا، سعد حجازي حبيبي شطان، رضا قنديل. طبعا رضا فريقي والخصم اللي هناك اكرم كده كده بدون إبلة. اوكي يلا ان شاء الله تكون حلقة جميلة باذن الله ونستمتع مع بعض. حبيبي ما دام انا نايم ايوه مني خد مني شغل عالي. اسمع كلام يا رب تدينه بس ريدبول مكتوب تحت. نجيبه ارضه يا جماعه ولا ايه؟ ها؟ ها؟ كاميرتك شغالة؟ شغال ولا شغال؟ لا شغال. أبا كاميرتك عشان اليوتيوب. ماشي يا وحش حبيبي. وصلنا وطن صح؟ الحمد لله. آه ثمت واحد 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 العذرة بالخواتيم إن شاء الله. منشوف أرميك بالسمكة يا واد، روح يا واد. يلا يا وحش. ايوه هو ده سعد اللي انا اعرفه بتاع زمان. فين الكاميرا؟ ارجع حلو نرجع. تعالى بسرعه. تعرف لو الكاميرا ما كانتش شغاله سعد عامل كده؟ شغاله. نزل واحده تحت. الله عليك يا ابو سعود. ما شاء الله تبارك الله. اسراي وريهم ابو سعود. صلاه على النبي. وريهم من نكون. ابو نايف خلي الابطان ينفعك. كيف ما ينفعني قبطان؟ الله عيب الكلام ده. خلي الابطان ينفعك. انا مش هبيعه يا عم، الابطان حبيب. عشان راجعين في طياره واحده. صغير صغير محسوب بواحد. ترافالي؟ صح؟ تقريبا من كومن بطن. ترافالي من ديلو، طلعه من ديلو بوبينج وشيكينج. هيا شوف كيف مين دلة، ايش الدل اللي حيدل لنا فيه اليوم؟ ما شاء الله تبارك الله، لا حلو. حلو، الله والله. كذا كم يا اكرم؟ 2-1 بطل. 2-1 صح؟ حق الناس للناس، احنا ما عندنا مشكلة. ما تبغى تحسب الدقي أنت ولا إيه؟ كابتن. كابتن خليك في ملعبك كابتن. عندي كده وبعدس اللي امس. عاش ابو نايف حبيبي. كم كده؟ استعدل. لا حول ولا قوه. عدينا يعني احنا نقعد نتعب في البوبينج وانتوا في الجيم. ده كل مجهود اجيبه من ديلو وجايب لي شريفي. شوف كيف شريفي صغير ومحسوب. لا حول ولا قوه. يعني شو الفرق؟ هم جابوا ايش؟ هم جابوا بياض. أيوة. جابوا بياض وتعب على سعد والله. طلع ما شاء الله وجابوا من ديله. عاش وحش. بس احنا هنا كذا 2-2. اثنين لقيت اكثر رضا. ما شاء الله صلاة على النبي. يلا يا رب احمر.
سعد بالله دقيقة سعد تكفى. كاميرا هذا الدين والله ناجل والله ناجل والله ايه والله ايه والله هو ده هذا كم يا حسن واحد زيت القصر الحمد لله هذا ناجل على جقات استيس الحمد لله وهذا الجقة المفضلة عندي صراحة هذا ما شاء الله الحمد لله القبطان محسوبة يا قبطان محسوبة شو مشكلة يا قبطان أبو عدس حسب لا أبو عدس أنتوا اللي جبتوا أبو عدس يا أبو نايف ابو نايف انت بترمي انت بترمي على زميلك بترمي على زميلك يعني وانت مش قاصد خلي بالك انا كمان ما حسبتش الحمراء دي ما انا عارف كام سعد 101 شريف وحش ما شاء الله شفته هو بياخد دراجة اكرم اكيد كتفيته هنا بالعال صح صح ابو طن ممكن يلا احسن 5-4 ستة أربعة ستة واحد شريفي سوبر جامبو سوبر هنيدي والتاني والتاني جايب لي ضلع ضلع سلام يا ابو نايف وبعدين دي فاول على فكرة دي فاول لا لا دي فاول كده ستة أربعة معايا شقاية صغيرة تعال نخليها 20-4 والله يفتح لنا الشنطة هنا شقاية صغيرة اشتغل بيها اهو تاني جاء جاء احا اكرم كبير نيك ده احا لم ورميله تاني لم ورميله تاني ده هيضرب اي حاجه ده اي حاجه هضربها وهذه اللحظه اللي كنت انتظرها من اول انه الهواء يبدا يهب اول ما يشد الهواء راح تاكل الاسماك بشكل جنوني تحب تقول ايه للناس اللي ورا دول والله الناس اللي ورا دي مطلعه شويه شرايف وشويه بونجوز ايوه انا مش عايز اتكلم بس انا ما سمعت صوت الدراج يعني عندهم مش ديب 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 ايوه بيدقوا بدماغ والله انا لو ادري يا اكرم كان هوشتك من زمان شفت ها قلت لك انا نوروا نوروا احنا بنجيب الجي تي على قفاه ما شاء الله ما شاء الله نبدا بقى نفسنا بقى فاهم اخد بالك انت ايه ده دبل سترايك ما شاء الله دبل سترايك ما شاء الله ما شاء الله حلو هاتوا بقى الناحيه الثانيه هاتوا الناحيه الثانيه لم 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 رب بس كده خد بيدك انت بيدك بس شكرا والله جاب أتكلم. والله جاب معك نتيجه جاب معك نتيجه التحفيز هو اللي جاب نتيجه ايوه التحفيز الوسخ والله والله والنعم والله ابو معاذ السلام ولا باي باي بالانجليز وكود باي يلا يلا اهدى لابو نايف ده يا حبيب قلبي الله يسعدك والله تستاهل يا حبيبي خلاص هو نازل خلاص ما شاء الله راح هو روح نشيط ده ما شاء الله تعرفنا انا طلعته في نص بالخبره كده يعني وحش ابو معاذ والله وندم عاش يا شريكي عاش ايوه ابو سعود ليه الحمار ده عاش اكرم عاش دقي دقي لا لا دقي ولا بقى دراس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ده بالاستراء ايه تي ما شاء الله تي جيتي وبراكودا دبل سترايك بوبينج ويت وشيكي
عاش ابطان، عاش ابطان. ما شاء الله تبارك الله. عاش شريكو. اه يا سعد قدم شوي. لا اديني كاميرا يا عم الله. هات له الكاميرا. فين الكاميرا؟ دي؟ روح يا بطل. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ما شاء الله. دبل استرايك. دبل استرايك هنا كمان. بالله نزل له معلش الكاميرا الثانية. صلاة على النبي. ولا ولا. اقول لكم من اول انزلوا جك. ايه خلاص يا ربا جك. حاول تروح هناك شوي شوي. انا ماني قادر صراحه عشان الماكينه. انا 6000 ترى. عاش 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 يا رجاله. ارفع. ابغى يطلع احنا مع بعض. ارفع انت هو. هو 10000 يا عمي انت 6000. لا جاهزين ناخذ صورة سوا. ناخذ صورة سوا. حبوا بعض. حبوا بعض. ما جينا على بعض حبوا بعض. عاش واحد. عاش. عاش. خذ يا سعد اديله الكاميرا بالله. سعد. خلاص خلاص جوال خالد. خذ خذ الجوال. جوال خالد. اصلا دي طفت شكلها. شوي 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 شوي. ابدا. هو لا حيطة كده حيطة. استنى الحيطة. يلا ابو نايف. حبيب قلبي يا قبطان. حبس خذوا على الجنب احسن كده. ايوه حاول تاخذوا على الجنب. ايوه. هو خلاص طالع اصلا هنا. هاتوا بقى الناحية الثانية، هاتوا الناحية الثانية. بس ايوه. ما شاء الله ما شاء الله ابو نايف. بقلبي. ايوه ابو نايف. هو ده. هو ده. الأسود الحقيقي. ده اللي ضرب عليك يا معلم وفك. يلا تعال. امسك كده ابو نايف. يلا روح. ابو نايف. حبيب قلبي. ايه المصيبة السوداء اللي أنت عاملها؟ والله المصيبة السوداء. يا ساتر يا رب. سلام يا رضا. هاتوا ما شاء الله. هاتوا هاتوا ما شاء الله تبارك الله. انت ونصيب وش يمكن تجيبك. تعال ما شاء الله تبارك الله. اوعى تشوف المصيبه السوداء دي. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. طبعا وقفنا الجيجل وقلنا نشتغل على الكاستنج لانه خلاص الاجواء ما راح تصلح انه احنا نشتغل على الجيجل، فحولنا على طول على الكاستنج وركزنا فيه. واحد واحد واحد. شباب اطلع عنه. اطلع اطلع. طبعا اكرم ما شاء الله صاد جي تي حجمه مره حلو ما شاء الله. طبعا هذه السمكة مهم جدا ان نرجعها البحر. قرم البياض من الاسماك المهمة جدا ان نرجعها للبحر. طبعا الاجواء صارت صعبة وقلنا لازم سمكة واحدة ان شاء الله نخرجها من البحر ونرجع على طول على المرسى. شوفوا شوفوا معايا الضربة ما شاء الله. هذه سمكة حلوة مع كرم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا درجة حرارة الجو فوق 40. صعب 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 جدا الأجواء هذه في الصيد، لكن الحمد لله هنا. هذا هو رضا الآن جالس يساعد الشباب أنهم يطلعون الجي تي هذا.
الله تبارك الله. قول بي يا ابو عادل، ايه الحلاوه دي يا ابو عادل؟ ما شاء الله تنور الله. تسلم عبد الله. يعطيكم العافية، إن شاء الله تكون حلقة جميلة بإذن الله، نشوفكم إن شاء الله على خير، في أمان الله، مع السلامة.